أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نرحب بكم اليوم من عمق الصحراء الشرقية الأردنية ومنطقة الصفاوي، حيث نزور شجرة البيقعاوية التي يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استظل فيها أثناء رحلته بتجارة السيدة خديجة وذهابه من مكة المكرمة إلى دمشق. وهنا المكان، هذه الشجرة هي نوع من أشجار البطم، هي نوع من أشجار البطم، وهي وحيدة في هذه المنطقة، وهي واقعة على وادي راجل وتتغذى من مياه الأمطار أو السيول التي تحدث في الصحراء الشرقية. تقريبا مساحتها تقريبا حوالي 250 إلى 300 متر مربع تغطي مساحتها. ساقها بتلاحظوا أنه ساق عريض، يعتقد جازما زي ما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رحلة الشتاء والصيف في رحلة تجارة السيدة آمنة بنت خديجة بنت خويلد من مكة إلى الشام. نحن قريبين جدا من مدينة بصرة الشام، حيث التقى هناك بالراهب بحيرة وبلغه بأنه سيكون هناك نبي سيظهر من دين محمد. لكن هذه الشجرة الحقيقة أنها تم وضع سياج حديدي عليها مما أفقد منظرها وهيبتها. وندعوكم إلى زيارة شجرة البقعاوية في الصحراء الشرقية في منطقة الرويش الصفاوي في منطقة الحدود الشرقية بالمملكة الأردنية.